أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجود علينا إنك أنت الجواد الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصر مجاهديهم، اللهم سدد رميهم، واشف جرحاهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لكل منا حاجة، اللهم يسر لنا واقض حوائجنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.